يا رجال جارتنا البركه الله يبقيك شلونك؟ الله يخليك ان شاء الله بخير يلا حيا مرحبا ومسهلا جارتنا البركه كيف حالك الله يحييك شلونك؟ طيب مرحبا ومسهلا مساك بخير ان شاء الله بخير يلا حيا مرحبا ومسهلا هلا هلا شلونك؟ شلونك؟ كيف الحال؟ ان شاء الله بخير هلا يلا حيا يا مرحبا يا هلا يا هلا جارتنا البركه شلونك؟ مساك طيب ان شاء الله بخير هلا ومرحبا يا هلا يا شلونك؟ طيب طيب الله يحييك هلا هلا الله يحييك الله يبارك فيك شرفتنا شلونكم؟ شلونكم ان شاء الله طيبين؟ الله يحييك يا مرحبا ومسهلا الله يبقيكم يا هلا كيف حالكم؟ مرحبا ومسهلا ان شاء الله بخير والله بخير طيبين الحمد لله كل شيء زين يا هلا كيف الحال طال عمرك؟ والله تمام عساك طيب اللهم لك لا تعبت لا ندمت يا حبيبي يا هلا بك الله يبقيك شلونكم عساكم طيبين ان شاء الله بخير تراني استكشف قاعد اشوف والله ما شاء الله ابد خضراء طال عمرك ما شاء الله عندنا غصن زيتون ما شاء الله زيت زيتون جميل جدا ما شاء الله ومسوي فيه سمبوسه ما يشرب السمبوسه لذيذ جدا الله يبارك هذا التسويق والله والله اقسم بالزيتون والتيني والزيتون على عظمته سبحانه الله يتفضل يا ماسك زيتون يا هلا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله شوف الجلسه هذه هنا؟ ايه ما شاء الله تبارك الله جلسه رصاصيه الله يحييك يا مرحبا يا هلا يا رفتنا طال عمرك الله يحييك يا مرحبا بسم الله يا هلا بكم اخباركم طيبين والله بخير بس كل شيء زين والله ومسهلا يا هلا الله يبقيك نورتنا وشرفتنا نوركم الله يسعدكم استريحوا يا شباب وين باقي الشباب؟ ابراهيم قرية تستكشفها شوف ابد ابشر قاعد اناظر ما شاء الله شو هالزين من المفترض ان ما نطلع من هنا ترى خلاص يا مرحبا يا هلا بكم شلونكم؟ الله يطول عمرك كل شيء زين الا معك حراس الله طبعا الله. الشخص يا مرحبا ما شاء الله طبعا اول شيء اهلا بكم مشاهدينا الكرام الليله غير زايرنا المدير التسويقي لمركز اقدامي حياك الله استاذ الله سلطان السلطان يا هلا ابو جوار هلا بكم جميعا الله يبقيكم الساعة المباركة وتشرفت فيكم الله يبارك في عمرك وسعيد والله معكم اني اكون هنا واطلع معكم واشوف الوجه الطيبه ما شاء الله تبارك الله طول عمرك الله يبارك لكم ويسهل اموركم يا رب استاذ سلطان السلطان نبي نعرف اقدامي اكثر المعروف لا يعرف صحيح مركز اقدامي معروف من 15 سنه واكثر ما شاء الله نشأ ببساطة خلينا نقول تقنية موجودة في إندونيسيا عند المدلكين ونقلها الشخص المسؤول لأقدام وأصبحت ماركة في الرياض وماركة بإذن الله في المملكة بإذن الله نختص بالعناية بالرجل والمرأة بالتدليك والحمام المغربي والعناية الشخصية ما شاء الله فاللهم لك الحمد يعني متميزين جدا جوجل ماب الشاهد الاول بالتقييمات كاعلى تقييم على مستوى المملكه في قطاع التدليك التعليقات الايجابيه ما شاء الله تشوفها حدث ولا حرج فزي ما قلت لك معروف لا يعرف عز الله ما شاء الله حتى احنا جربنا احنا والشباب كلنا جربنا اقدامي ما شاء الله حتى عيال شاهدين على ذلك عاقبنا اي بالله طيب وش استوعبتوا من التدليك؟ انا ودي اسولف معكم تدليك الاقدام او علم الرفلكسولوجي وش اكتشفنا حاجه ترك سبيعي ان مركز اقدامي مو للمساج للعلاج هذا احنا اكتشفناه لان انا يوم حاكيك كنت اسبوع كامل سلام يا هلا ومرحبا حياك الله كنت اسبوع كامل اعاني من شيء اسمه قيلو الحمد لله والله العظيم اني اتكلم انا صادق اني مريت مركز اقدامي وسوالي العلاج اللي في بطن الرجل وعند المنطقه اللي هي القيلو والله العظيم اليوم الثاني وانا طيب ونمت نومه ما بعدها نوم طيب بقول لكم شيء الحمد لله يا هلا بك طيب الله فالك عليك السلام يا هلا طيب الله والله لا هنت لا هنت طيب الله فالك من ضمن الاكتشافات يا هلا بك من ضمن الاكتشافات سلم ان القدم يعني مرتبطه ارتباط كامل بالجسم يعني
من القدم، يعني سلامة القدم وتدريك القدم هذا كله مرتبط بالجسم يعني. هذا من الأشياء اللي بعد ما عرفنا أقدامي عرفناها. تمام. اللي بأصدمك فيه، طيب الله فعلك، أن التدليك اللي عندنا ليس علاجي نهائي. لا، وهذه أحد أبرز مميزاتنا. إحنا ما نعالج يا جماعة، قدامكم أنتم جربتوا. استخدمنا إبرة؟ لا. استخدمنا مخدر؟ لا. خذينا حبوب؟ تدليك. خذينا علاجات؟ أبدا. الموضوع كله في التدليك. صحيح. فهو ليس علاج، لكن إيه؟ لكن هي إحدى الوسائل اللي قاعدة تنسق جسمك إنه يكون في طريقه الاستشفاء. فبعض الأعراض اللي أنت تعاني منها هي موجودة أساسا في القدم. تاريخ أجدادنا والتوصيات اللي نعرفها واللي يقول لك امشي حافي، صح ولا؟ المشي الحافي هو علاقة القدم بجسمك، وهذه ثقافة الرفلكسولوجي اللي كنت أتكلم عنها. الرفلكسولوجي بشكل عام، السلام ورحمة الله، يا هلا ومرحبا، كيف حالك؟ الرفلكسولوجي بشكل عام هو ضغط على القدم، والضغط هذا اللي على القدم في خريطة، أول شيء يمكن قد شفتوها موجودة، مصورة خريطة القدم، تشوف كل جزء في القدم موجود مربوط بعضو في جسمك. صحيح. يمكن أنت تقول لا مستحيل في البداية، لكن عندكم طيب يقول قولون، تلقى لا ضغط في الجزئية اللي فيها قولون، قال لك لا لا وقف. صحيح يجيك ألم. إيه. صحيح. أنا كان عندي التهاب في المعدة. نعم. نعم. لما ضغط على المكان حق المعدة خذت موت. بس مع استمرارية. لا أنت. ولا أنت يعني. إيه. كان عندي شد في، كنت أسوي رياضة، شد باطن الساق والفخذ، رحت المستشفى عطوني إدهام بس، ولا لين رحت أقدامي ودلكني وراحت. ودي أعطيكم تجربة يعني على موضوع العلاج. أمس أنا والله كنت بجيب موضوع أو قصة صارت قبل يمكن 10 سنين، لكن خلها. أمس حصل موقف، أحد الشيبان اللي شفتهم ما شاء الله، الله يطول بعمره، شفته والله في الطريق في الشارع ويمشي بعكاز. إيش فيك يا عم؟ حياك الله. مار من عند المركز، تفضل، حياك الله. الحاصل إن الرجال مسوي عملية انزلاق غضروفي. الصورة طالعة على الشاشة الآن. إيه نعم، هذه خريطة القدم زي ما تشوفونها موجودة. كل جزئية، كل جزئية في جسمك مربوطة في القدم. سبحان الله. استحالة، استحالة تطلع. طبعا ناس يقولون لك هذه غير صحيحة، انا ما راح ابني على شيء غير صحيح، لكن برضو في علم الرفلكسولوجي بشكل عام موجودة في اندونيسيا ومرخصة من الحكومة الاندونيسية، ان هذه الثقافة اللي موجودة قدامك خريطة القدم متصل بالجسم موثقة عنده من قبل كثير من المدلكين. ما صارت ثقافة، تحولت من ثقافة عندهم الى علم، فهو موجود ونقلينه عندنا الحمد لله. هل هي يعني هي مش مو بثقافة صينية يعني؟ لا، على الموضوع هذا بحثنا قبل فترة، نبي نعرف مصدر الرفلكسولوجي، مصدر التدليك على النقاط هذه. أبا أصدمك من وين طلعناها؟ تدليك الأقدام، أو خلينا نقول تدليك الرفلكسولوجي اللي هو الضغط على الأجزاء في اليدين وفي القدمين. تتوقع أي حضارة؟ لا والله أقدم حضارة قديمة، حضارة الفرعونية. والله ما بغيت أقولك قسم الفرعونية. تعلمي استشهادي في هذا الموضوع في منقوشة موجودة في أحد القبور الفرعونية. إيه نعم طريتها. المنقوشة اللي موجودة تتكلم يقول لك الشفاء يبدأ من اليدين والقدمين، والصورة اللي موجودة فرعوني يدلك أحد الفراعنة اللي هو الملوك. قسم بالله أنا ناظر المخطوطة هذه وموجودة ومثبتة يعني، وحتى برضه اعتمدوها اندونيسيا كمصدر، فهي فعلا عند الفراعنة نشأت. باختصار كانوا يعتبرونها وسيلة علاج. أنا عندي، أنا أقول لك هنا إحنا ما نعالج، إحنا ندلك بس ببساطة يعني. ما راح أقول لك حنا أنتم قدامكم جربتوا يا رجال وشفتوا بعيونكم، ما في أي إضافة طبية في الموضوع. فيها راحة وفيها خبرة كيف تدلك في القدم. أنا زال نوم
كل منطقة زان نومك وزان قولونك وزان المعدة أبو جود أسفل الظهري نعم الاستفادة على وجهي هل من مرة واحدة ولا مرتين أو ثلاث مرات لا لا الاستفادة تختلف من شخص لشخص أنا يوم حاكيكم الظاهر أني صفقت المايك يمكن رج المتابعين ولا شيء أنا يوم حاكيكم خذيت فترة والله عشان أعالج لا أنا ما أعالج عشان أحل مشكلتي في الأبهر مشكلتي في الأبهر عانيت منها فترة فخذيت يمكن 7-8-9 جلسات طيب علاج الأبهر عن طريق الظهر ولا عن طريق القدم لا هو تدليك ناس كثير تعاني من تدليك بتدلك عن طريق القدم ثم أنه بتحتاج جسم وبعدها بإذن الله تبدأ الآلام اللي موجودة عندك تفك لأنه باختصار هو تدليك للعضلات اللي تعاني منها شادة فيها هواء الأجزاء اللي في القدم سم أنا لاحظت أن الشيء اللي أبهرني صد في أقدامي يمسك الحروق نمسكها لنا عادي ما توجعنا إذا مسكها هو يمشي بها يا ولد خطير تموت من لا وزيدك وش العروق اللي توجعنا ويقول هذه حقة الصدر ويناظرك اي نعم ويناظرك يقول لك ترى انا ما سويت شيء اي ترى انا قاعد اضغط شوي شوي ويجي يوريك ضغطة ايده هذه فعليا النقاط اللي موجودة ومتصلة بأعضاء جسمك حتى يكون عارف بعد وش المشكلة ترى المشاكل اللي احنا نتكلم عنها ترى بسيطة يعني في بعضهم يقول لك المدلك قال فيني قيلون طيب ترى مهي بإصابة قولون شوف أكلك أعدمته بالأكل أعدمته بالروتين فطبيعي أنه يكون مستهلك فيحتاج له تنشيط شوية تدليك تسوي لك تنشيط للدورة الدموية وتحرك الدم والجسم سن. أول تجربة سويتها قسم بيت الله أول ما جيته وجلست على الكرسي أول ما حط الكريم والأداة اللي عنده إيه؟ اللي خاصة فيكم والله بس سوى الله يكرمكم رجلي اليسار أول ما بدأ فيها قمت أنا مع على الكرسي قلت لا خلاص قام يضحك قلت لا والله خلاص لما جيت نصحوني الشباب قالوا لا أنت تعاني من النوم وتعاني من بطنك لأن أنا عندي الألم في بطن أي عيشة هاكلها ما أطول في بطني على طول استفرغ يوم رجعت له اليوم الثاني تحملت سوى رجولي الثنتين جيت اليوم الثاني في الأسبوع أجيه يمكن مرتين بديت أتكرر الجلسة بديت أكرر والله العظيم إنه يضغط على الألم أقول له هذا وش يقول هذا العرق الدم تخثر يضغط عليه إنزين تمر وهنا حولنا تجاريا الفكرة احنا حاطين ضمان ذهبي يعني مركز تدليك وعناية شخصية بالرجل والمرأة يضع لك ضمان ذهبي ويقول لك ترى أنا قد المسؤولية إذا ما ارتحت إذا ما استفدت في خلال 5 جلسات ايش معنى الضمان الذهبي؟ الضمان الذهبي انك بتدلك عندنا 5 جلسات الخمس جلسات هذه بتقول والله انا ما استفدت والله ما لقيت فائدة انا ما لقيت حل المشاكل اللي انت تقول عنها انا والله ما فكت العضلة من 5 جلسات 5 جلسات استرجع مبلغ بعد المسألة اللي سواها ما يتحدى الا الواثق نعم بعد ال5 جلسات اللي سواها يعني لو سويت 5 جلسات ما استفدت شيء استفيد من الخاصية خذ مبلغك والله اي والله والله ما شاء الله هذا ضماننا الذهبي وموجود وموجود في المراكز تشوفه في اللوحات فعليا الله يسعدك يا حبيبي الله يسعدك والله فعليا احنا من باب التجربه يعني انا اقول للشباب يا جماعه الخير جرب الشايب اللي قلت لكم عنه قبل شوي والله انه رفض يجي مساج ماني بجاي يا عم تكفى تعال ما يعرف الثقافه هذه ابدا يوم أقنعنا ثواني معليش أقنعنا حاولنا فيه دخل عندنا أنا شايفه هو يعرج أقسم بالله يعرج مسوي عملية في أسفل الظهر الرجال من الجلسة الأولى أقدام طالع يناظرني يقول يا وليدي ويمسك في العصا ويهز في الرجل ما شاء الله تبارك الله يهزه يقول شف ما جاها شيء هو مو مصدق هو نفسه يقول أنتم شو مسوين قلت والله احنا ندلك ما في شيء زيادة فأنا دائماً أعاكس أي واحد يقول لي نعالج لا أبداً ما نعالج حنا ندلك وقاعدين نوصل لك رسالة أنه هذه الخدمة اللي أنت قاعد تأخذها في مركز أقدامي خدمة مميزة ليست علاج طبيعي أبداً ما هي بعلاج طبيعي أبداً هي مجرد تدليك لكنها ثقافة ريفلكسولوجي سم. أحيانا يعني هم يقولون أنا ما أدري أنا ما قال لي أحد الشباب اللي جاوا هنا أو المدلكين لا لكن نسمع أنهم يدلكون يصير الشريان أو العرق
يصير متخثر والدم ما يمشي فيه كويس، فكثر التدليك فيه بسبب انه يصير خبير هو فيه يمشي الدم. هل هذا الكلام صحيح؟ تحريك الدورة الدموية، أي هل هو بسبب خبير تدليك يعرف وين تكوين الجسم في العضلات والأعصاب وتكون متراصة صح؟ حلو. فما أقدر أقول لك هي نعم هو العرق، لا هي نقاط، هذه النقاط ضروري. لكن من أسبابها تخثر الدم يعني؟ لا مو بتخثر الدم، أسباب كثير. أولها الهواء، حلو، قلة الماء، بعضهم الروتين السيء، عدم الحركة، هذه تسبب. زي أعطيك مثال ثاني، اللي ما يتحرك كثير دائما يعاني من الشد ودائما نفس الشيء، اللي ما يمشي كثير نفس الشيء، اللي مسترخي كثير، هذول لا بد يعانون من مشاكل هواء زايد، عضلات مشدودة، هذه نقاط موجودة في الجسم الخبير بيدلكها وهو مرتاح وبأبسط درجة أنتم شفتوها وفيها ألم. الألم هذا هو وسيلة الحل أساسا، وبعده بتشوف الراحة. يعطيك العافية طبعا على السرد والكلام الجميل، ونشكر سعود بن علوش جل ربي يسعده ويعطيه العافية على ترتيب الجلسة والمحاور. أنا يطول عمر أعاني من ألم الظهر من سنين طويلة، وأتوقع أنها أبهر، ولا خليت مركز ما جيته. ما أنا وصار إلى الآن ألم، وش الحل؟ هذا بروح أقدام دلك معنا؟ هنا يقول ما في تدلك، لازم تاخذ كامل صح؟ هنا رفض، قال بس أقدام، فين أظهر يوجعني؟ هنا بتاخذ جلسة أقدام ومفترض في المركز تكمل. فأنا بدعيك المركز، عندنا لك واحد على مستوى، وخلنا نقول قدام المشاهدين هو كرت التحدي لي. طيب الله وجهك، رحم الله وجهك، والديك يا حبيبي، الله يبارك في حياتك والديك. اي والله اي والله، أنا ودي تجي وجرب ومش معنا بجلسات، أجيكم في مركز أبد، احنا بناخذ بياناتك ونظبط أمورك. ميزتنا تتصل علينا، سلام عليكم، ابغى احد اقرب فرع لي وين، يقول لك في الحي الفلاني انت، خلاص تعال عند الفرع. ابغى الشخص اللي تراهن عليه حتى جلسه تاخذنا يا محمد. اول يعطيك العافيه، الله يعافيك، اكرمتني بعلومك الطيبه والكلام الدرب، تستاهلون والله. وانا حبيت كذلك اكرمك نيابه عن غصن الزيتون، حبيت يديك طال عمرك زيت زيتون، ماخذ افضل جائزه عن طريق الامير فواز بن نواف ما شاء الله آل سعود صاحب السمو الملكي، أفضل زيتون في حايل، عن هذه جائزة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، والله يعطيكم العافية، من أفضل أنواع زيتون في الجوف درجة أولى، نتشرف يا حبيبي، الله يجعل ربي يبارك لك. وغصن الزيتون يقدم لك زعتر بري جبلي من أفضل وأنواع الزعتر، والله يسعدك كذلك، ولا أنت يا رجال، وهذا كذلك زيت زيتون أخضر حبة كبير، ما احنا الله يجعل ربي يحفظنا وياك ويبارك لك ويسعدك وندل هذا طال عمرك، وزيت الزيتون اقسم الله بزيت زيتون نعم، وندل هذا على عظمته، على عظمته تقبلها ان شاء الله بيسعد الرحم، الله لا يحفظنا وياك، جعل ربي يبارك لك يا رب، شاكر لك ومقدر ولاه انت يا حبيبي، الله يوفقنا وياك، الله يسعدك وياك يا حبيبي. استاذ سلطان معليش على طاري الفرع اللي انت تكلمت فيه اخوي محمد، هو يقدر اصلا ياخذ الجلسات هنا ممكن، لكن ايه ياخذها هنا في المركز الجديد جلسة الكامل، ايه ما في مشكلة، احنا بننسقه له عموما، التحدي حقنا انه بنظبط امورك، هو خليه يواظب بس، من هو؟ محمد يخليه يواظب، انت رافض ايه، لا لا انا موافق باللي تبغى، وين المعد يرجع؟ لا لكن عندي سؤال، ما ترفض؟ لا لا موافق مرة طيب خلاص، خليه يواظب، انا اقول مواظب يواظب، لا لا عندي ورتب وتواظب وتوافق، أبشر. ما هو بإذا سمعت ألم قلت لا بوقف، لكن جزاك الله، عندي سؤال معليش، سؤال فضولي، كم لكم فرع داخل المملكة وهل لكم خارج المملكة فروع؟ أول شيء نركز على موضوع أننا نقدم خدمات تدليك وعناية شخصية وحمام مغربي، هذا للرجال والنسائي، أما بالنسبة للنسائي فهي صوالين أساسا، فعندهم مناكير وبديكير وعندهم الأغراض حقة النساء كلها، فروعنا 7 حول المملكة، ما شاء الله، 1 في خميس مشيط و6 موجودة في الرياض، 3 نسائي و3 رجالي. أي استفسار ثاني؟ في على طريق المياه، احنا قاعدين نستهدف نقاط المناطق، شمال جنوب شرق غرب، بحيث ان نغطي الأغلب. أبو جود، في اللي هو تحضير للزواج العروس أو المعرس؟ هذه الخدمات اللي عندنا، احنا منزلين باقات منزلين عروض، في بعضهم يقول لك أسعاركم الفردية غالية،
في بعضهم يقول لا ما تناسبني. فحنا حاطين باقات وحاطين عروض وباقات للعرسان وباقات للي يبغى مساج ويبغى عناية شخصية، كل الباقات اللي انت تتخيلها. أضف إلى عندنا برنامج لسه أنشأناه قريب، برنامج ولاء. نعم، برنامج ولاء هذا يخص العميل، كل ريال تدفع تأخذ مردودة نقاط ورصيد عندك، هذا الرصيد يمكنك من استخدام الخدمات وشراء الخدمات عندنا في المركز. حتى أنا حضرت أشخاص عن طريقك وأخذوا من المركز خدمة نقاط المشتريات اللي هو قاعد يدفعها، لأنه عن طريقك هذا عرض موجود الآن راح يأخذ تأخذ نقاطه. فهذا برنامج ولاء يفيد الكل، وكأنه خصومات يعني تصل إلى 100%. على طار الخصومات، في خصومات لمشاهدي قناة الواقع؟ إيه أكيد. كم الخصم؟ أكيد إحنا من بجايين هنا إلا الهدف واحد. أنا أدعي الكل والله وبدون مبالغة، واللي قاعدين يتابعونا ويشوفونا الله يحييكم جميع، تستاهلون العرض. عندنا خصم، الخصم 20%. ما شاء الله. الله يحييك. كل الفروع رجالية نسائية، الهدف منها أبغاك تشوف الخدمة، أبغاك تعيش التجربة، أبغاك تشوف مركز أقدامي اللي إحنا نتكلم عنه كثير، إيش قاعد يقدم، إيش عنده، كيف الجودة. تفضل حمد. سم. أول شيء أنت أكرمتنا بوجودك وحضورك وخصمك. أتشرف والله أن يكون بينكم لنا. قسم بالله. طبعا عندي عسى النجومة، أنت هديتنا الخصومات وهديتنا حضوركم موجود عندنا. إحنا ودنا نهديك عسى النجومة أصلي سدر 100%. أنت عطيتنا العرض الذهبي، اللي تقول عندكم العرض الذهبي 5 إذا ما حصلت استفادة. ضمان ذهبي 5 جلسات. وحن بعد. استفدت منها استرجع مبلغ. وحن بعد عندنا ضمان ذهبي العسى النجومة، إذا طلع ما هو بأصلي لكم 100,000. ما شاء الله، في من يتحدى والله. ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لكم يا حبيبي. نقدم لك هذه الهديه والله لا يهينك، تعذرنا عليها ان شاء الله. لا يهينك يا هذا عسل نجومه سدر اصلي 100%. ما شاء الله تبارك الله، تستاهل وعذرنا عليها. لا انت يا تعال عمرك، شاكر لك يعطيكم الف عافيه. وفي عندنا بعد عروض، في عندنا باكجين ب 280، وفي عندنا باكج 4 عبوات ب 490. ما شاء الله، جزاك الله خير. انا تبوسم لانه في بالي شيء، ابي الجوال اطلب بس. جعل عمرك طويل، جعل عمرك طويل. لا انتو واذا طلبت لك تقدر تهدي متسابق 2000 نقطة لو تاخذ باكج. فيه يجيك معك كوبون، الكوبون فاضي تقدر تحط اسم المتسابق اللي سيف آل سالم، انا اللي جيت اعطيتك الهدية هذه. تم، جعل عمرك طويل. تم والله، ابشر والله. هنا موجود بعرضونا الان، بس الشاشة الكنترول. العرض اللي بينزل إن شاء الله هو دعوة للتجربة، دعوة للكل. أنصح كبار السن وبشدة وبشدة يستفيدون من خدمات التدليك اللي موجودة. كذلك الكود موجود بعد، والكود لابد من استخدامه. أي فرع تروح عنده أو تتصل علينا أو حتى تدخل على الواتساب، السلام عليكم أنا من متابعين الواقع، أو تقول أنا معي الكود الفلاني اللي مكتوب على الشاشة ومباشرة ينزل عندك. سم. أنا أبوي خلصنا البرنامج طلعنا بإذن الله، نبي ودي الأقدامي لأن أبوي إنسان يشتكي من رجوله لأنه يمشي دايم. وليه منتظر 90 يوم؟ أنا عطني بيانات واليوم نخليه يجي. اليوم الله يبيض وجهه. والله لا يهينك، أبشره. إحنا هذا يحولني لموضوع ثاني، عندنا زيارات منزلية. ما شاء الله. نعم. زيارات منزلية رجال نساء. أبد أنت أعطينا الوقت اللي أنت بيه وننسق لك، متاح نسقنا لك مباشرة، غير متاح نختار لك الأوقات المتاحة. لين البيت. لين البيت. هل النساء لهم؟ وراني أنا قلت لك إيه للنساء وللرجال عشان كذا. النساء لهم من الكوبون نصيب؟ للكل، رجال نساء. تمام. العرض هذا لجميع الفروع. تمام. زيارات المنزلية. أبد أنت بترفع الاتصال علينا وتقول أبغى زيارة اللوكيشن هذا هو بس. أنا نرسل لك الخميس، كمان الخميس عشان أبد. وين خميس؟ هناك في ونظبط لك اياه ان شاء الله. ميزاتنا عندنا كول سنتر، عندنا كول سنتر على مدار الساعه. حضرت افتتاح اللي الخميس، حضرت افتتاح. ما شاء الله كلامك تبارك. اللي قبل شوي قلته يوم انك تقول اخذت المعلومه هذه من لا اله الا الله،
الفرعونية؟ اي قلتها النقوش الفرعونية. اي نعم انت قلتها في يوم افتتحنا المحل في خميس مشيط. اي نعم كنت حاضر معك. نعم. انا والاعلامي فيصل الحاج. اي نعم اي نعم ومثبتة يعني ما هي بمعلومة. نعم. ما هي بشاعة. صليت على النبي متشددة جدا وكانت اقدامي توجعني بشكل فظيع ومن يوم صرت اواظب عندهم حتى والله اني جيتهم اول اسبوع وحرمتك والله ما عاد اجي. كيف الراحة؟ بقول لك الصدق انا بحكي اللي صار لي يعلم الله وعلى والله شهيد على ما اقول. حضرت اول اسبوع وقلت والله ما عدني بجاي الرجال ذا تعبني في رجولي والله اني صادق قلت ما عدني بجاي انا تعبت. المهم يوم جيت الاسبوع الثاني قلت خلني اشوف خلني اجرب. المهم الاسبوع الثاني الالم اخف من الاسبوع الاول. الالم يتناقص. إيه؟ اللهم لك الحمد. الاسبوع الثالث بديت اني اسير حتى يوم اجيهم ويوم لا عجبني الوضع فهمت ارتحت اللهم لك الحمد والله ما وهذا أخبر. وهذا الصحيح الصدق. استمرارك على التدليك عندنا الالام اللي كانت موجوده عندي ما عاد موجوده الحمد لله ارتاح ظهري اللهم لك الحمد. اقول لك انت الان اصبحت مدمن تدليك والله انه حتى في واحد جاء كان اسمه اندومي قبل إيه؟ واحد جايبين انتم هنا اندومي ما ادري ايش اسمه هو دومي ما ادري اودي او حاجه زي كذا. جيت اليوم الاول واليوم الثاني ما جيت اليوم الاول جيت قال لا كذا غلط كل يوم انت عندي لا غلط يومين في الاسبوع قلت له قال غلط الاعصاب وهو. نعم. صادق. نعم. بيض وجهه قال الاعصاب عندك كانت متشدده عندي والله يوم يمسك بس بشكل خفيف يا الم يجيني الحين اللهم لك الحمد والله اني حتى كنت انصح فيه كنت اقول ميت تركي كنت اقول ميت عبد الواحد لكن عندهم الام في عظامهم كنت نواجهها احنا الشباب تعرف هنا شويه جالسين نجلس هنا نروح نجلس هناك ما نتحرك ما في حركه واجد كنت اقول لهم يا عيال والله العلي العظيم انها من باب تجربه اقسم بالله اني ارتحت الروتين اي الروتين ارتحت المناسب ارتحت اللهم لك الحمد الروتين المناسب للتدليك ايه؟ انك تاخذه بشكل اسبوعي الى 10 ايام كل 10 ايام هو قال لي في الاسبوع مره تريزين ايه هو من اسبوع الى 10 ايام في كل جلسه في بعضهم اي في بعضهم عنده مشكله عنده اعصاب شاده عنده عنده الام مفاصل هذا بناخذ معه وقت ونحتاج منه مثلا كل اسبوع مرتين يفرق عن اللي نقول له روتين الروتين اللي انا اقصد فيه انك تبغى عاده المساج او عاده التدليك هذه عاده روتين شهري لك انت يفضل انك تاخذها اسبوعيا الى 10 ايام هذا اللي انا اقصده بشكل عام والشاهد على كلامك انا اول ما دخلت البرنامج بعد فتره يوم جاء اقدامي كنت تخيل ثلاث ايام ما كنت اقدر امشي زين من لا لا مو منك لكن ما اقدر امشي زين من الم يمكن دلكنا غلط لا 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 الى الان ما جيته فكنت ما اقدر امشي زين فليه ما كذا قلت خلني اروح فيوم رحت سوى لي مساج الله يبيض وجهه وقال انت عندك مشكله في القولون العصبي وحاولك تنام زين قلت تمام فقسمنا اللي هو ثلاث جلسات خلال اسبوعين فاللهم لك الحمد فشفت الراحه حتى في النوم في المشي قبل كنت ما اقدر اركب وهذا اللي انا والله دائما اوصي شيباننا شيبانكم الله يطول باعمارهم فضلا الى كل كبير في السن ادعوك الى مركز اقدام ادعوك انك تجرب مساج الاقدام عندنا وتشوف الفارق انا ما راح اتكلم تشوف النشاط ما تقدر تروح الا نجيك من عيوني سم الحين مركز اقدام هل هو بس متخصص بالاقدام لا اي هذا يمكن في ناس احنا ندري بس يمكن بعض المشاهدين عندنا تدليك اقدام تدليك جسم عندنا تدليك استرخائي هذا بما يخص الحمام التدليك اما الحمام المغربي عندنا سبع انواع عناية شخصية بالبشرة عناية بالشعر عناية بالوجه طيب سؤال ثاني واحدة من الباكيجات المشهورة عندنا باقة العرسان عليها طلب غير طبيعي كلهم عرسان فاللي بتزوج الله يحييه للجميع هذه السيدات والرجال صح؟ سيدات رجال ونساء نعم طيب عندي سؤال ثاني الحين إذا شخص سوى عملية سواء في كتفه سواء في رباط صليبي هل مركز أقدامي عندهم مثل ما يقول علاج طبيعي؟ لا تدليك يعني ما نقدم علاج طبيعي ولا أنصح أنك تجي ونتوك مسوي عملية في جهة طبية مختصة بهذا الموضوع هي تفيدك أنك تحتاجك برامج علاج طبيعي وتروح العرض الخاص حق النساء؟ إيه هذا عرض الخاص للنساء والرجال موجود؟ أي رجال هذا الخصم بيكون 20% الله يبيض وجهك اعذرونا على القصور يا جماعة هي دعوة للتجربة للكل رجال ونساء الله يحييكم جميعا الله يبيض
فبإذن الله واحد لأحد أول ما طلع من البرنامج أبغى أوديها ولا خليهم يجونا. أنا ما أبغى إذا طلعت من أنا خلاص أنا رفضت إذا طلعت من البرنامج ولا إذا خلصنا. أنا أبيكم من الحين الكل مدعو من المشاركين هنا. حلو. الوالدين والله. أبعطي باقتي أنا لأمي. وبعطيك أنا باقلك. تعال والدي. الله يسعدك يا حبيبي. في تغريدة الآن. الله يسعد. في الآن التغريدة نزلت اللي حقت 1500 ريال. نزلت الآن. أيه نزلت. ما شاء الله ما شاء الله هذه بتكون مشاركة إن شاء الله على الهاشتاج الآن. تابعوا حسابنا اللي موجود على تويتر. وعطونا فضلا مشاركة ولا رتويت اللي عنده تجربة أو اللي يعرف مركز أقدامي. وادخل في السحب عندنا 1500 ريال ثلاث متسابقين وبنختارها بعد شوي مع بعض ان شاء الله. ما شاء الله بيض الله وجهك. ايه باقي باقي هذا الان اللي بناخذه على قولتهم خلينا نمثلها باليد الكاش عرفت. باقي عندنا موجود باقات الارسال ثلاثه وخمس جلسات اقدام موزعه على المشاركين. ادخل شاركنا في الهاشتاج بس وعطنا رتويت توكل على الله. سم. تمام. طبعا نشكرك طال عمرك. الله يسعدك وعز الله كرمتنا بالخصومات وبالعروض وحتى حتى اني مستحي منكم اني اشوف ما قدمنا لكم شيء تستاهلون اكثر والله. طيب حتى جمهور الواقع ما شاء الله. وش فيه؟ اي بالله هو في خدمتكم وخدمه ما شاء الله جهودكم اللي نشوفها في قناه الواقع. والله انا سعيد. انا كنت من الناس اللي ما اتابع كثير بحكم الانشغال لكن انضمينا مع بعض فصرت اتابع وصرت متشوق والله اني اشوف وصرت عارف موضوع البرايم وصرت جالس بس انتظر. الله يوفقنا وياكم. اللهم امين. اللهم امين. حياك الله يا حبيبنا. يا هلا شلونك؟ طيب. انا اخوك هذا عبد الله بدل الشمال. عبد الله هذا ببدل الثوب انا. طبعا ما شاء الله. ما طبعا شاء الله. نشكرك استاذ سلطان. الله يسعدك على حسن ونشكر كذلك جمهورنا على حسن المشاهده واخواني المتسابقين على حسن الاستماع. انتهت فقرتنا اليوم وان شاء الله في موعد اخر ان شاء الله. شكرا لكم. الله يطول عمرك. ما شاء الله حياك يا حبيبي. اشوفكم على خير يا جماعه. ما قصرتوا والله يقويكم ويبارك لكم يا جماعه الخير. اشوفكم على خير. الله يطول عمرك. لا انتم نعطيك اياها مشي ابا اخذها انا وبحطها هنا كبش حمدي والله حبيب جبنا لك الشباب ما بيعنيكم. لا 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 ما عليك وخلاص في كيس انت تستاهل والله. انت ما خليت شيء الا ما قدمت لنا. ما سوينا شيء والله ما سوينا شيء. تستاهلون اكثر والله. تستاهل الطيب والله. والله يعطيكم العافيه وشاكر لكم. بيض الله وجهك. شكرا. اشوفكم على خير. فمان الله. السلام عليكم. حياكم. السلام عليكم. يعطيك العافيه استاذ سعود. الله يطول عمركم. قدامي قبل